يبين لنا الأساليب التي نهجها الاستعمار دول الاستعمار مع كل البلدان الضعيفة آنذاك، وهي آليات ما زالت مستعملة لحد الآن. فالاستعمار يعتمد على آليات مختلفة للضغط على الدولة لإضعافها وتحقيق مصالحه، ثم لتخطيط لاحتلالها في النهاية. المغرب دائرة القرن التاسع عشر خضع لهذه الضغوط. بعد مرحلة الاحتراز، سياسة الاحتراز التي نهجها المولى سليمان لتجنب مثل هذه الضغوط، لتجنب مثل هذه المواقف، جاء محمد بن عبد الرحمن، وكانت الأوضاع الدولية قد تغيرت بشكل كبير داخل أوروبا وفي العالم، وخضع لضغوط هائلة جدا. الاستعمار نهج أساليب عديدة جدا، أهمها الأساليب العسكرية. في السفن المغرب كان ضعيفا آنذاك، ضعيفا عسكريا، ولهذا كانت السفن الأوروبية تقوم باستعراضات للقوة أمام المواني المغربية، وتتحرش بالسفن المغربية بدعوى مراقبة التهريب ومراقبة الجهاد البحري، بل وقامت بعض السفن بمهاجمة ميناء طنجة وميناء الصويرة. واستمرت هذه الضغوط لتصل قمتها في معركة إيسلي التي انهزم فيها المغرب سنة 1844، وفضحت مدى ضعف الدولة المغربية في المجال العسكري، إذ أن الهزيمة كانت كبيرة جدا ضد فرنسا، وتلتها معاهدات مجحفة للمغرب، منها غرامات ثقيلة فرضت على المغرب، وتصدير للحدود مع الجزائر بشكل غير مضبوط. ثم حرب تطوان التي أشنتها إسبانيا على المغرب سنة 1859 حتى 1860، وانهزم فيها المغرب أيضا، وفرضت عليه غرامات ثقيلة جدا. ولهذا أمام هذه الوضعية المغرب اضطر إلى الخضوع لمطالبه، وقد مورست عليه ضغوط أخرى نتيجة هذه المعارك للحصول على عدة امتيازات اقتصادية. الدول الكبرى على امتيازات اقتصادية، مثلا بدأت بريطانيا باتفاقيتها سنة 1856، حيث حصلت من المغرب لتجارها على امتيازات تجارية هائلة وحق تجول في المغرب وامتلاك العقارات والسكنة والعيش والتجول في الأسواق، كما حصلت من المغرب على تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات، تحددت في 10% على الصادرات والواردات، وهو ما حرم المغرب من المداخل الرسوم الجمركية وإمكانية مراقبة دخول وخروج السلع. كما مورست على المغرب سياسة القروض الأجنبية، لأن مثلا في بعد معركة إسلي فرضت عليها غرامات ثقيلة جدا، اضطر للاقتراض لتسديد تلك الديون، واضطر مرة أخرى للاقتراض لتسديد مصاريفه، وكان هو يعجز عن تسديد تلك القروض، وتمارس عليه ضغوط أخرى للحصول على مزيد من الامتيازات وفرض الرقابة على مالية الدولة بإرسال مراقبين ماليين إلى الأسواق وإلى موارد الدولة لإحصاء مداخل الدولة وسداد القروض. فرنسا لم تكن الوحيدة التي حصلت على تلك الامتيازات، وإنما إسبانيا سنة 1860 حتى هي طلبت تلك الامتيازات وحصلت عليها. وفرنسا جاءت سنة 1863 وحصلت عليها، أصبح المغرب مفتوحا اقتصاديا للدول الأجنبية. ومازالت المغرب أيضا الضغوط في شأن العملات. المغرب احتفظ على العملات المعدنية خاصة الذهبية، وكان تهريب الذهب المغربي العملة الذهبية المغربية جاريا به، ولهذا كان المغرب دائما يعاني من تهريب عملاته الذهبية، وهو لا يستطيع سكن نقود ورقية أو معاملات مالية عصرية، لذلك اضطر إلى سن نقود
ذات مع الإنارات الفضية والنحاسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع هائل للأسعار. ولهذا هذه جانب من الضغوط التي مورست عليها المغرب، وأدى ذلك إلى تدهور أحواله وزيادة مشاكله الداخلية. وسائل أخرى أيضا عانى منها المغرب ومن آلياتها هي الآليات الدبلوماسية. الآليات الدبلوماسية والسياسية. فهذه الآليات مارسها السفراء والدول لتحقيق مزيد من الامتيازات ولفرض وللضغط على المغرب لتوقيع معاهدات مثل معاهدات 1856 و 1860 و 1863 التي حصل بموجبها الدول الأجنبية على عدة امتيازات، منها حق الحماية القنصلية، حق الحماية القنصلية وهو حق يعطي للشخص المحروم، وهو حق التاجر الأجنبي حماية عملائه وخدمه، حيث أن هذه الحماية تعطي للمحمي المغربي خروجه عن سلطة المخزن، خروجه عن سلطة المخزن المغربي، لا يعطي ضرائب للدولة المغربية، لا يخضع للقضاء المغربي. هذا الامتياز الخطير جدا الذي حصلت عليه الدول الاستعمارية من كل البلدان المستعمرة أو الضعيفة آنذاك، شكل خرقا خطيرا لسيادة الدولة على من يقيم فيها، حيث أن هؤلاء أصبحوا المغاربة ولكن يتمتعون بحصانة هائلة جدا ضد الدولة المغربية. والمشكلة أن أكبر التجار وأقبل كبار الموظفين على طلب تلك الحماية من الأجانب، والقناصين الأجانب كانوا يوقعونها بسهولة كبيرة، حتى أصبح كل أغنياء المغرب محميون وكبار رجال الدولة محميون ولا يؤدون الضرائب. مصيبة أن لا يؤدون الضرائب، وهذا بقية الضرائب موضوع على عاتق بقية الشعب، الفقير والمعدم والذي يعاني من الجفاف والمجاعات فهو الذي سيسدد الضرائب. لذلك كان هذا مسا خطيرا للدبلوماسية للسيادة المغربية. الآلية الأخرى التي اعتمد عليها المغرب هي الآليات الثقافية والعلمية. الدول الأوروبية كانت متفوقة علميا وتقنيا على المغرب، وإذا كانت تستغل ذلك التفوق استغلال ذلك التفوق لفرض الوصاية الثقافية الثقافية على المغاربة. وعلى الدولة باسم ذلك التفوق
الفرضة على المغرب. فرضت على المغرب إصلاحات بدعوة تقديم المساعدة. تقديم المساعدة كما أن المغاربة الأجانب المخالطين أجانب المخالطين للمغاربة أثروا بشكل كبير على عليهم، مارسوا تأثيرا تأثيرا كبيرا على المغاربة. إذا كان هناك تغير في العادات والتقاليد خاصة بين كبار التجار، بين كبار التجار والمثقفين الذين دخلوا في المدارس الأوروبية وتخرجوا منها، أصبحوا يقلدون ويمارسون حياتهم مثل الأوروبيين. ولهذا كل هذا مارس ضغطا هائلا على الدولة بدعوى تقدم، بدعوى أنه سيتقدم وسيزدهر، لكن نتائج ذلك كانت كارثية جدا على المغرب. كانت الدول الأوروبية تقول للمغرب أن باتباع تلك الخطوات سيتقدم وسيزدهر، وأن الانغلاق على الذات لن يساهم في تقدمه. لكن النتائج التي حصل عليها المغرب بفضل تنفتاحه على الغرب وتطبيقه لنصائح الدول الغربية واتباع المغاربة للمثقفين المغاربة للمثقفين الأوروبيين كانت له نتائج كبيرة. نتائج اقتصادية، من بنود اتفاقية تجارية تخفيض الرسوم الجمركية، تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الكونترادات، وهي وسيلة كانت ترخيصات للتصدير والإسعار كان يعطيها المخزن لكبار التجار للتصدير واستيراد مواد معينة. إزالة تلك الكونترادات أصبحت التجارة مفتوحة بين المغرب والدول الأوروبية. وكانت من نتائج ذلك إغراق المغرب بالسلع الأجنبية الرخيصة وعالية الجودة. طبعا هذه السلع تنافس السلع المغربية، السلع المغربية أغلى وأقل جودة، لذلك قبل المغرب على اقتنائها. ذلك الاقتناء أدى إلى إفلاسي أدى إلى إفلاس الحرفيين، إفلاس الحرفيين والتجار الصغار، لأن هؤلاء يصنعون، أو الحرفيون أصبحوا يشترون مادتهم الأولية من الفلاحين بثمن أغلى، لأن الأوروبيين يستوردونها بأسعار مرتفعة ويعجزون عن بيع منتوجاتهم
منتجاتهم لأن المنافسة السلع الأجنبية شديدة عليهم، والتجار الصغار الذين يتعاملون مع الحرفيين ومع الفلاحين الصغار لم يعودوا يبيعون سلعهم، فأفلس الكثير منهم. الذي استفادهم التجار الكبار الذين يستوردون السلع من الخارج ويوزعونها في الأسواق. لذلك هذا الإفلاس كانت له نتائج كارثية جدا، وهو تقلص موارد الدولة من الضرائب. فالدولة أصبحت تعجز عن تسديد عن تغطية حاجيتها بجمع الضرائب لأن الكل مفلس. هذا التقلص من موارد الدولة وجدت له الدولة حلان. الحل الأول هو القروض الأجنبية. وزيادة في الضرائب، وهذه كلها وسائل خطيرة جدا على اقتصاد المغربي وعلى الدولة المغربية. فالقروض الأجنبية وضعت المغرب رهينة للأبناك الأجنبية ورهينة للدول الأجنبية. أما الزيادة في الضرائب فقد جاءت على حساب السكان، وذلك زاد من التوتر الاجتماعي داخل المغرب وثورات القبائل بل وثورات التجار الصغار في المدن مثل فاس التي حصرت عدة مرات. فهذه الضرائب نوعت فيها الدولة وأكثرت من تنوع الضرائب مثل ضريبة الحافير إلى غير ذلك، التي أي شيء عندك تؤدي عليه، أي حركة تقوم بها تتحرك في بسلعتك تؤدي عليه الضرائب، ذلك أدى إلى زيادة التوتر داخل البلاد. النتائج الاجتماعية. النتائج الاجتماعية اختلاط التجار الأجانب والرعايا الأجانب بالمغاربة أدى إلى تراجع تمسك بالتقاليد المغربية. التقاليد المغربية والأخلاق المغربية، وانتشار العادات الغربية خاصة بين التجار الكبار، والمثقفين. ذلك أن أصبحت لهم عادات ليتمسكون بتقاليدهم. بعضهم يقول أن رمضان لا يصومه ويستهلكون السجائر ويستهلكون المسكرات، وذلك كان يغضب المغاربة ويحدث توترات اجتماعية خاصة بتحريض من رجال الدين المتشددين. كل هذا يؤدي إلى حدوث اضطرابات داخل البلاد. ولهذا هذه التحولات الاجتماعية أحدثت خلل، كانت خلل كبير في النظام المغربي. خاصة وأن الهجرة نحو المدن بدأت تزداد، بين بعض الأيلة نحو بعض المدن بدأت تزداد، والناس يزدحمون في المدن يبتعدون عن قبائلهم. هناك نتائج سياسية أخرى كانت أيضا من النتائج الأخرى، النتائج السياسية.
نتائج سياسية. هذه النتائج كانت وبالا على الدولة المغربية. فضعف نتائج الإصلاحات أضعفت هيبة الدولة بين السكان، تمثل ذلك في زيادة ثورات القبائل وظهور منافسين للدولة. هذه الاضطرابات استغلتها الدول استغلت الدول الأجنبية الاضطرابات الداخلية لزيادة الضغوط على المغرب للحصول على مزيد من الامتيازات، مثل اشتراء الأسلحة، استيراد التنظيمات العسكرية للأجانب، بناء إقامة مشاريع للشركات، منح الشركات الأجنبية حق إقامة مشاريع داخل المغرب، مثل بناء سكة في بداية القرن العشرين، سكة حديدية في جناحية الدار البيضاء. كل هذا نجاء نتيجة لخضوع المغرب المزيد، أصبح المغرب ضعيف ورهين لكل ما يأمر به الدول الأجنبية، زيادة على اضطراب الأحوال الداخلية. كل هذا ضعف المغرب وأوصله إلى الخضوع للحماية واستعماره بصفة نهائية. لهذا هذه الضغوط، هذه الآليات التي رأيناها ما زالت مستعملة لحد الآن ضد الدول المتخلفة، وتبرر بتقديم الحلول الاقتصادية للمزيد من بغرض الازدهار وحل المشاكل والرفاهية الاجتماعية وغيرها من الكلمات الحلوة، لكن نتائجها على الصعيد العالمي حتى الحد الآن كارثية على الدول التي اتبعتها، مثل نصائح صندوق النقد الدولي. ولهذا أبنائي فتياتي الصغيرات، ننهي هذا الدرس، فهو يعطينا صورة على ما تفعله الدول الاستعمارية من ضغوط لتحقيق دائما مصالحها، وبشعارات براقة وجميلة وبعبارة جميلة لغرض السيطرة على ثروات البلاد وإفقار الشعوب. وهذه النتيجة، وهذا هو الهدف النهائي للاستعمار، وتغيرت الكلمات. وشكرا لكم.